بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. نفس الآية، علاش ما سألتوش؟ علاش دائما ربي ينبه الثقلين من عاقبة غضبه وأليم عقابه؟ علاش ما انتبهتوش؟ ما عندكمش فلسفة في هذا الميدان؟ شو بيكون فلسفة في كل شيء؟ في المعيش اليومي، في كذا في كذا في كذا، في الميتافيزيقا ولا تحاربوا فيها تحاربوا فيها. أخي شعرتوا عن الميتافيزيقا؟ عرفتوا كان الطبيعة وش عرفتوا من الطبيعة؟ ما وراء الطبيعة لا يعني شيء. أخي اللي أنت تشاهد فيه ولا تشم فيه ولا تلحس فيه ولا كذا ولا تشب عليك نسمة ولا يجيك ريح سموم، هذيك هي الطبيعة؟ علاش ما ريتهاش رسائل من الله يحذرك يقدر أن يمتعك تمتع يدنيك من ربك ويجعلك من أهل الجنان، ولا يسعى عليك بلا كبيرة عن طريق رياح السمك والريح صرصر تبدأ تسخط فيك من العجاب اللي ما تحيوش اللي ما تفهموش قدر ربي. ها خاصة الكرب، قال لك من تقرع ربي من كنت في الشجن يا اخو، تجي في الظلمة ما تدل ثنية ضابط والعياذ بالله بالعامية. وغير لو جعلية هذه منين جاية دعتس؟ لازم تكون العربية ولكن وقع فيها شوية هكا تمشيك شيطان. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن شاء نخسف بهم الأرض. علاش ما سألتوش بعض؟ علاش دائما ربنا دائما طمع العذاب؟ أقوام وأقوام قوم سيدنا نوح عليه السلام والكلاب اليهود يقعد ياخذ درس، زادوا ورطوا راح مع ربي، اتهموا سيدنا نوح عليه السلام كونه ملا عبثنا بناته وحملنا منه. طيب ربي انسان تقدم مع الله، شو موقفه من الانبياء عليه السلام؟ اليوم وقفوا في وجه الانحراف خاصه اللواط المثليه الجنسيه، يجي تحب يحارب اللواط ويصدق كلامه لكونه مشاق عليهم ما يقع من الحجارة من السجين ويقبلهم مدينتين الظالمتين يقلب السفلة عليها. هذا كصدق ونصره الله وتحبوا ما لا يصدق في قولكم يا اللي تحيوش الكلام، تقبلوا الحقائق عبر التاريخ وتقتلوا الأنبياء عليهم السلام وكل من من أخذ طريقهم النوراني. هل ما تحيوش راكم خربتوا البلدان كلها بما كنتم استوليتوا على العقول بعد ما حضر لكم الأرضية الشيطان الرجيم، أنتم كنتم بيدك في يد الكلب اللئيم فوقعتوا في الفتنة ألا في الفتنة وقعوا، والكلاب العرب يدهم في يدهم يد ملوثة بالدماء حتى دماء الأنبياء عليهم السلام، حتى يديهم كما الكلب الفتاة بتاع السعودية ماشي يبالو اللي مش تمنه الصهيونية، فإذا بيه هو مش حق عليه القول، هذا كانش يلعب بيهم الكل، يجب يكون علاش لا يكون أذكى منهم ويعمل لهم تيليكوموند ريموت كنترول كيما يحب. ممكن احنا نتمنى ذلك، لكن إذا كان ربطنا الأحداث والأمور بعض بالبعض نراو الرجل هذايا نهايته قريبة وتكون كارثية ويكون درس لمن اتخذ سبيله إذا مشى النصر بتاع اللعين اللي ما يأتي عن تخيل، لأنه كل من حط يده مع بني صهيون إلا إذا كان لم يتب ورينا ربي آياته بأي شكل كانت تلك الآيات. ونعود إن شاء الله تعالى إلى نفس الآية الكريمة.